نعم هي عمارة أستاذ جامعي رئيس اتحاد كتاب كاتب العام اتحاد كتاب المغرب فرع وجدة. فيما يخص الشأن الثقافي بالجهة الشرقية وعلى المستوى الوطني نلاحظ أن هناك نهضة ثقافية، ولكن ما ينقصها العناصر الآتية، هي أنه لا بد من تواصل جماعي، إدماج الجميع في هذه النهضة الثقافية ثم كذلك لا بد من إحياء الذاكرة، أن الجهة الشرقية لها ذاكرة جهوية زاخرة، فلا بد من وضع مرصد جهوي يحفل بهذه الذاكرة التاريخية الحضارية الإبداعية. ثم أنه لا بد من نهوض أكثر تفعيل المشهد الثقافي، لأن الإنسان المواطن المغربي في حاجة إلى الثقافة، لأنه كائن بيوثقافي. ولهذا فلا يمكن أن نتحدث عن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية دون تنمية ثقافية، فلا بد من استحضار هذا العنصر. وإذن ثم كذلك أنه لا بد من تفعيل هذه الفضاءات التي هي موجودة الآن بالجهة وبوجدة بالخصوص، لا بد من تفعيلها، وذلك بإحداث لجان تنسيقية بين المؤسسات الدولة في هيئة وزارة الثقافة وبين المجتمع المدني، الجمعيات المسؤولة عن الشأن الثقافي. العنصر الآخر الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه القضية هي أنه لا بد من تشجيع الجمعيات التي تهتم بالشأن الثقافي. فهناك ملاحظة بالجهة الشرقية حوالي 3000 جمعية، ولكن في الشأن الثقافي هناك قلة قليلة تهتم بهذا الشأن. إذن فلا بد من وضع وثم الشيء الذي هو أعده جوهر اتحاد كتاب المغرب كمؤسسة ديمقراطية ثقافية تنويرية، فهو رد اعتبار الكاتب المغربي. الكاتب الجهوي لا بد له من رد الاعتبار، لأن الفنان أو الكاتب فهو في حاجة إلى مبادرة تشجيع. فمثلا كتاب المبدع لا أحد يعني يأخذه أو يقتنيه حتى مؤسسات الدولة. فمثلا يمكن أن نضع استراتيجية معينة من أجل تشجيع الكاتب ولو باقتناء الكتاب، لأن الكاتب المغربي لا يستمر دون تشجيع ولا يستمر دون هذه. وأختم ب